حياكم الله مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، شلونكم؟ اشتاقيتوا لي، اشتاقيت لكم وافتقدتكم، وجيناكم بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. اليوم احنا متواجدين بالرصافة وتحديدا كايرو مول، سولف نتشاقة ننطيكم هدايا حلوة مقدمة من رعاة برنامجنا، وتحديدا تحية طيبة للشهير للمنتجات الغذائية. تعالوا نبلش حلقتنا. سهلا، شلون حبيبي؟ الحمد لله الحمد لله. انت والله الحمد لله بخير وعافيه، وجهك كلش مألوف والله. يحس المقابل انه هو شايفه بس ما يدري وين هو. يقولوا لي اي والله يا ربي ما احكي حكاي هيك، يعني ما احكي شيء عبط حياتي. بتقول وجهك شو تصير منك؟ بنوتي الله يستر عليها. شو اسمك؟ رهف. رهوفه. رهوفه ايش قد عمرك؟ ما تدرين ايش قد عمرك؟ 5. هاي صحيح لو هيك هيك صحيح؟ 5 عمره؟ اي 5. الله يستر عليها ان شاء الله. تروحين الروضة؟ ايه. في ليش الطورة بالروضة؟ ايه. الكي جي 1 لو كي جي 2؟ متعرفين؟ من يداوم روضة؟ اني؟ من يداوم اني ادا؟ تمهيدي. ها اوكي، انت تمهيدي لو روضة؟ روضة. زين، شنو النشيد اللي تحفظي بالروضة ويا الاطفال؟ كله. من الدي داوم انت ليش تدفعي لها اشتراك؟ اي لا مو هي وياي، انا مع المتراضه وهي وياي. اوكي ما تحفظيها لاني وياي؟ لا تحفظ، بالعكس حافظه، بس هسه يجوز حافظه ولا انا شي ذكريها بنشيد. يا نشيد حافظه مال يابط يابط. يلا اسمع يابط يابط. يلا سمعيني، علي صوتك. يابط يابط يسبح بالشط، كل السمكه اكلت الشبكه، مين عندها شبته عندها مدى. اسمع، اتحدى المشاهدين سمعوك. حمزه سمعت صوته؟ شويه مو اتحدى، اذا سمعوك انا اعطيهم هديه بعد. زين سؤال باقي علي، تحبين ماما اكثر لو بابا؟ اثنيناتهم. يا عمري حمزه ما سويتي لي. ما ادري. زين تحبين بيت اهل ماما لو اهل بابا؟ اثنيناتهم. يا يما جوابه مقنع. لا كله اثنيناتهم واثنيناتهم. زين انت عندك اخ لو اخت لو بس انت؟ عندي لا بس اني اخويا. بس انت واخوك، يعني عندك بعد اخ كبير لو صغير؟ كبير. كبير، يضوجش لو تحبيه؟ يضوجني. شو يسوي لك؟ بس تلبية. هسه اخذه، وينه موجود؟ وياته. وينه؟ انت اخوها؟ ليش تقتلها؟ تعال تعال، اجي اجي تعال. هذا اخوك؟ مرحبا، تعال هنا. شلونك؟ زين. شنو الكشخه والاناقه؟ شكرا. الله يسلمك. شو اسمك؟ فهد. فهودي، ليش تضرب اختك؟ نحن شاقه نلعب. ده نلعب. هذا مو شاقه بس يعور. ليش هذا الشقه مالتك بس يعور؟ يعني هي هم تضرب. ليش تضربي؟ اني مرات فهد مرات مي ضوجني اضربه. من انت تضوجها هي تضربك؟ هي ما تضربك الا انت تضوج. صح. آه. إيه؟ صح انت تعيل. اي صح. ليش تعيل بها؟ تشوفها شلون ملاك بريء طاهر يخبل نظيف يجنن. وينكم الرهوف؟ بس بالبيت مو ملاك. ملاك الصراحه لا. هاي قادرة على هذا. يعني هي ظالمة. ايه. هي مسيطرة عليك. ايه. هي متعبتك. هاي. رهوفة تقولين أنا عاقلة. بس عاقلة بس من ضوجني أقتله. هي بنية عاقلة، يعني هي بنية فاهمة الحياة، اللي ضوجها تقتله. مو؟ ايه. تعال هنا فهودي. زين، فهودي أنت من تصير إن شاء الله كبير، شنو حاب تصير؟
من تكبر؟ اللي يجي عقاب قبله يعني كل شيء. يعني حسب معدلك شيء يجيب هاي مخطط انت فتحي؟ ايه. بعدك يعني صغير يعني ما مخطط لك هدف معين؟ لا بعدني. زين تحب ماما اكثر لو بابا؟ صراحه بيني وبينك ماما يا اثنين اعتم يعني واحد والله اكو واحد بس تخاف تقول لا 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 من لا لا زين من يصرف فلوسك؟ اكيد ابويا يعني. اكيد ابويا بيت مسؤول البيت. يا عمري والله رفض ولا يقول مسؤول البيت. زين دائما تحس ماما عصبيه لو حنين عليك؟ مرات يعني اذا نتعارك هاي شويه. مو انتم بعد ما تخلون عندها اعصاب للماما يخلوها تفقد دون واحد يعني صدق ما يخلي الواحد يفقد يعني. منو كان اصعب عندك بالتربيه؟ صراحه البنيه. صدق؟ اي والله. ليش انا اشوف البنيه سهل؟ بصراحه لا والله هو الولد اسهل من يا ناحيه انه ولد انه تحت تصرفاته انه ولد بس البنيه تكونين حذره. هسه بدا يعني شويه يعني نقول يبدا بدا ينضج يعني. قد عمره؟ فهد 10 سنين ما شاء الله للخامس. ما شاء الله الله يستر عليك يا رب. شخصيه وهيبه وحركات الله يستر عليك الله يخليك. بس هو اصلا من هو صغير يعني من اي هو مو بس شخص يعني حتى من هو يعني هو هذا هو كان سهل عندي يعني ما هذا الا العينتين انا خوفه. هاي فايف. حتى الهاي فايف مالتك عنيفه. الله يستر اخوات وياها هي صار على فهد بالضبط ماخذ على نظام شو اسمه اي حياتي. الله يستر عليكم. هذه هديه مقدمه من الراعي الرسمي الشهير مليون عافيه ان شاء الله يا رب يستخدموها ويجربوها بالهنا. وايضا هذه هديه من الشهير اللي ايضا هو معمل اللي دائما احنا نسعى ان نوزع الاشياء الحلوه اللي تليق بمشاهدينا ومتابعينا وروحك حلوه في دولك تصرفيها بالهنا وان شاء الله يجربوها اولادك بالهنا. شوف لمين حياتي اشكرك ان شاء الله. مع السلامه يا رجل وليس طفل. كان حبيبي انت باي وكوحه على موكحه والله هم ما يعيلون بيك مو باي باي باي. شوفكم بخير ألف عافية حبيبي أنت. مشاهدينا الكرام هدية أختار هاي ما طلعت لي الهدية. عادي أرجع أختار غير إيد ما طلعت لي الهدية والله أنا حقانية وبنية جابت لي هدية وأنا اختارت الإيد الغلط. ها هي الحمد لله العوض على رب العالمين. نروح منا تعالوا نكمل حلقتنا لهذا اليوم نسولف. اكو بنيه كلش حبابه بالكذا اسولف وياها تجنن. عادي اسولف وياك تجين تعالي شوفوا يا جماعه شوفوا الاناقه شوفوا الجمال يا امي يا عمري والله. شو اسمك؟ يسر. يسر ايش قد عمرك؟ عمري 9. 9 شنو هالجمال؟ هاي من مسوي لك هاي القلاده حبيبه بيبي؟ بيبيتي. هي بيبي مسويتها؟ ايه. والله بيبي تحبك دبل حب. أنا 24 ساعة أتابعك. صدق؟ أحبك. شنو رأيك بيا؟ أحبك هواية. صدق؟ تحبيني ولا ما تحبيني؟ أحبك أموت. أموت عليك أنا. هذا شعرك طبيعي؟ إيه. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبيبي أنت سلمي لي على ماما أوكي؟ هلو. شنو الخدود؟ شوف حمزة باو على حمزة. تعال تعال. هذا مناطق وياك صورة. أنت شايفني؟ تعال. تعال شبيك؟ تعال تعال تعال. يا تعال باو على حمزة. نفتر مدى يشوف مدى يباو عليك باو على حمزة. وين حمزة؟ وين حمزة؟ هذا عفي عليك. شنو هاي خدودك طبيعية ولا نفخ؟ طبيعية. اوكي سلم لي على ماما اوكي؟ اي باي. باي مع السلامة. باي. فرصة سعيدة. مع السلامة حبيبي انت. الله يسعدك. شلون اخبارك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك ويبارك فيك. العائلة وياك؟ لا بس انا موجود صديقة بس يخجل يعني من الكاميرا. اي مو العائلة. اي مو العائلة. من وين انت؟ انا من بالاصل من الرمادي بس انا ساكن مقيم ساكن ببغداد يعني. حياك الله. شنو رايك تجي منا حسب ما يقول مخرجنا هسه؟ تمام اوكي. شنو اخبارك؟ الحمد لله تمام بخير. ربي دائما تكون شاعر شعبي. حلو. اوكي وحبيت انه اخذ فرصتي وياك في استضافتنا. اتشرف. مقدار اليوميه نكهه العالي العراقيه اعلاميه ناجحه ورائعه جدا وكل الشرف والله العظيم على راسي انه انا اخذ هاي الفرصه وياك. تمام والله اني اتشرف وان شاء الله تكون فرصه لك البدايه نجاحات حلوه. اتحقق ان شاء الله هاي فرصه. اوكي وكلش اشرف بيها مثل ما قلت لك قبل شويه. شكرا. ان شاء الله خير. بس مشاعرك شويه سيطرني عليها. حدي اوكي تمام اوكي. ندخل بلوحه بعدين قصيده. تمام. ابوذيه ودار تمام. هيك انا كل جاهزه بس اريد صوت عالي اسمع. لا تمام اوكي حتى بالصوت ان شاء الله راح.
اقول لي لعيونك خبيثه وبيها الف غايه، قل لي ايش جاب طيفك وقت القرايه. يا لعيونك خبيثه وبيها الف غايه، قل لي ايش جاب طيفك وقت القرايه. مرتب افكاري وجاي احل دروس، وجت بيهم ضحكتك سوت سوايه، وجت بيهم ضحكتك سوت سوايه، سوت سوايه. يا لعيونك خبيثه وبيها الف غايه. الله. نسمع القصيده. القصيده غزل وجدان اللي تبرز عضلاتك فيه. اوكي. اقول دقيقة. أقول مدري شلون تقضوا شنها حلها وياك، ومدري شلون أقول الحكي اللي ما قلته. أنت أول بشر يمشي على ظهر الليل، وشايل قمرة الله بوجهه من شفته. ما أملك مدري شلون تقضوا شنها حلها وياك، ومدري شلون أقول الحكي اللي ما قلته. أنت أول بشر يمشي على ظهر الليل، وشايل قمرة الله بوجهه من شفته. ما أملك خلق جرت النفس مرات، وياك بطول شعرك خلق طولته. ما أملك خلق جرت النفس مرات، جرت النفس مرات، وياك بطول شعرك خلق طولته. وياك بطول شعرك مر علي الليل، ونفس لونه وسواد الليل من عشته. وياك بطول شعرك مر علي الليل، مر علي الليل، ونفس لونه وسواد الليل من عشته. يا هل ليلك شعر كل التناقض بيك، ليل وبالنهار شلون طلعته. يا هل ليلك شعر كل التناقض بيك، تناقض بيك، ليل وبالنهار شلون طلعته، شلون طلعته. لا شفنا ضحكتك، لا لمحنا شفاك، اسلوبك علينا النوب بدلته. لا شفنا ضحكتك، لا لمحنا شفاك، اسلوبك علينا النوب بدلته. بيوم اللي تغيب تحير الطلاب، ما نعتبره يوم ولا نعد وقته. بيوم اللي تغيب تحير الطلاب، ما نعتبره يوم ولا نعد وقته. يعوف الورد كله ويتبع الفراش، شعرك شنه سره وهي تحيرته. شو مسوي بيك الشعب؟ يعوف الورد كله ويتبع الفراش، شعرك شنه سره وهي تحيرته. قل رد توصف جمالك واكتبه بأوراق، وحبر أقلامه كله وياك خلصته. رد توصف جمالك واكتبه بأوراق، وحبر أقلامه كله وياك خلصته. وما يحتاج خطبك حتى كمل الدين، أنا بشوف وجهك ديني كملت. ما يحتاج خطبك حتى كمل الدين، انا بشوف وجهك ديني كملت، ديني كملت. سلامتك ابو ذياد ودارمي. تشوفون انا مركزه. لوحات لو ابو ذياد ودارمي. على ابو ذياد ودارمي. اوكي ابو ذياد. احب الدارمي. تمام. نسمع ابو ذياد. اقول وراك الما جرب حالي ولك صار اصيح لك صار. وراك الما جرب حالي ولك صار اصيح ايش ما قلت انت. ولك صار عليك طوال نجدني، ولك صار من عطرك وعمن علي. صح لسانك. صح بدنك. اسمع الدارمي. دارمي لو لوحات؟ لا دارمي. تمام دارمي. اقول دارمي. ما غزرت يا حيف ذيك المحن، ما غزرت يا حيف ذيك المحن، والجفا بلا اسباب لا يرجع لنا، والراح بلا اسباب لا يرجع لنا، والجفا بلا اسباب لا ما نريده. اوكي الجفا بلا اسباب لا ما نريده. حيف ذيك المحنه، والجفا بلا اسباب لا يرجع لنا، والجفا بلا اسباب ست فاطمه، والجفا بلا اسباب لا ما نريده. موش اصبع نخليه يعض على ايده. انا لا راح اسالك سؤال ولا راح اتعبك. يلا اوكي انا اعطيك هديه. انا صراحه يعني الهديه ذا يا حبه ذا اعطيتوها الغير يعني. خلاص انت اعطيها. خير انا ما اعلم ودي لمهم مشاركه. اوكي اتشرف بيك لان انت شاركت وياي هذه الهديه. تبارك بيك فدت جزيل الشكر للاثنين. اوكي ما غزرت يا حيف هاي غريناها. تقول والجفا بلا اسباب لا ما نريده. قريناها. اوكي الجفا بلا اسباب مو هي تسلسل. جفا بلا اسباب لا ما نريده، موش اصبع نخليه عض على ايده. ولو ندري هيك يصير لا ما نجيكم، غير القلت والقال ما ابي حكيكم. اي والله لو ندري هيك يصير. زاد زاد وصعد بالراس شوق وغرام، فاهان احس هواي دونك دوام. انت علاقه حبك بالدوام؟ انا كلش يعني انا تخرجت هاي السنه. رب موفق. هذه هديه مقدمه لك من الشهير الراعي الرسمي. شكرا جزيلا. نشوفك بخير. ربي يوفقك يفتح ابو وجهك. نورتني وشعرك يجنن. كلك نور وانت منوره البرنامج. الله يحفظك ويبارك فيك. لنا لقاء قادم ان شاء الله. هلا يا رب ان شاء الله التقيك بالمستقبل. يعني هذه الحلقه حمزه انتبهت عليها ايش قد صارت دسمه وحلوه؟ اشعار وبوذيات وكلام وغزل وحب وضغط هابط طلع طبيعي. يعني حلقه
كلش مختلفة هاي الحلقة، تحسها موسم وحدها. إن شاء الله دائما نكون عند حسن الظن، ودائما نحبكم بقد ما تحبونه، نوقف لكم بقد ما توقفوا لنا بكل حلقة، نصعد وياكم لأن أنتم سبب نجاحنا وأنتم سبب هذا التفوق. حيا الله. أهلا وحبيبتي، شلونك؟ شو أخبارك؟ مليون حبيبتي، سعيدة بلقائك. عمري أنت مليون. حياتي. بناتك؟ أي نعم. الله يحفظهم عليك يا رب. شلونك؟ زينة. وأنت شلونك؟ زينة. من إيش العاد قلبك بالتربية؟ والله بس ابني. وينه؟ أنت ابنها؟ إيش بيهم الولد؟ أي والله. وعي، أكو أم تقول الولد ما تعبني وأكو أم تقول الولد تعبني. لا والله الولد متعب بس البنات لا، زينات الحمد لله. أي. اسمعين كلام؟ اي لا الحمد لله، حنينات وحباب. اي كلش يا ربي دائما ان شاء الله. شنو توصفين انه الولد الكبير عندك؟ شنو علاقتك به؟ والله هو يعني زين، مو زين بس شويه تربيه الولد صعبه. شنو الصعوبه بها؟ انا اول مره اسمع امه تقول تربيه الولد صعبه، بالعاده يقولون لا يعني ما يسمع كلام. اي ما يسمع كلام. انا احكي عليه. أي. عادي. اي بس لا هو حنين يعني ويحبني بس بنفس الوقت عنودي. هاي شخصية الرجل، هي تبدي من الطفل. دافع لك، اتمنى تيجي تسمعني وانا دافع لك. الرجل شخصيته لازم يبرزها من هو طفل. تشوفي دائما يحب يبين للوالدة انه هو مسيطر، انه هو عنده شخصية، فانت لازم تتقبلين هاي الفكرة. اي بالضبط صحيح، هو تقريبا هيك الشيء. اي بس انا لا ما اقبل على هيك. انت موظفه ولا ربه بيت؟ لا والله تعرفين بعد اطفال فما صح. قاعده وساكت. اي الحمد لله. يا رب ان شاء الله بالخير وبالبركه انت وعائلتك وكل شخص يحبك. هذه هديه مقدمه من الشهير الراعي الرسمي. خاف ثقيله عليك، اكيد راح تعجبك. وهذا الظرف مالي ايضا مقدم من الشهير. حبيبتي شكرا. شكرا رحم الله والديك. كلمتك مستمرين بها حتى بالبيت. عمري والله. مع الشرف بلقائك ولوجهك ابويا انت. مع السلامه. مشاهدينا الكرام، يعني دائما دائما اني احب اقول لكم انه انتم وسواء يا عمري ما احب اقول لكم شيء، احب اقول لكم شوفوا جمال بنات بغداد. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ زينه. شو اخبارك؟ الحمد لله. شنو هالستره الحلوه هاي؟ يعني لازم تقولي لي من وين اشتري منها. من ال سي. من ال سي؟ صدق من يامون؟ مو كان منا اخذتي. اوكي يا جماعه حمزه اتمنى تنطيني فاصل، ضغط طلع زين، اجازه ما اريد، اقدر اروح اشتري من هاي السفره. شكرا. شلونك؟ الحمد لله. وانت؟ شنو اخبارك؟ الحمد لله. انا كلش زينه. انتم من وين؟ من بغداد. كرخ لور صافه. من بغداد. كرخ لور صافه. صافه. احنا من الكرخ بس جنب بيت جدي هنا برا صافه. ها بيت جد وبرا صافه. زين شو تصيرون من بعض؟ ما نصير شيء. صديقات يعني لو شنو؟ لا هيك التميتوا يمي؟ انا اتشرف والله. كلش وراحت بشوفك. هيك اكثر. حبايب هاي راح نعطيكم هدايا وان شاء الله تتعرفوا، نضيفوا بعضكم على لعبه على شيء شياطين منا ومنا. هذه هديه مقدمه لك من الشهير، مليون عافيه، ان شاء الله تجربيها بالهنا. وهذه ظروف ماليه ايضا مقدمه لك انت والك، مليون عافيه. تصرفوا وجودك هديه. يا عمري تسلمين. مع السلامه. باي باي. مع السلامه. شوفكم بخير. ألف هلا حبيبي. مشاهدينا لها نروح منا. مشاهدينا الكرام، أنا مستمرة وياكم بحلقتنا لهذا اليوم. تحية طيبة لكل رعاة البرنامج، شكرا لكل دعم تقدموا لبرنامجي ولكل شخص يشارك وياي يفرح بابتسامة ولو بسيطة. فاصل ونرجع لكم. نكمل وياكم مشاهدينا الكرام حلقتنا لهذا اليوم داخل القاهره مول. قبل ما نكمل اكو عائله هنا خلف حمزه راح اسولف وياها. هيا اقول لكم هذا بيت الشعر ايش قد حلو. يقول قالوا تجيك اعزاز بس ترفع عينك رفت عليك الروح كان انت وينك. حلو لو مو حلو؟ الله عليكم. تعالوا نسولف ويا العائله. الله يساعدكم. شلونكم؟ شنو اخباركم؟ ماشيين الحمد لله. الابتسامه الحلوه.
حبيبتي الله يخليك. يا ربي دائما مبتسم. أحلى للجميع يا الله. دول وجهك، حضرتك طبيبة ولا مساعدة طبيبة؟ لا مساعد طبيب. أوكي، ليش جاية بلبس الطبابة للمول؟ إحنا عندنا برنامج. طيب. ارتقاء الوزير، سيد الوزير. زين. تحياتنا لهم طبعاً. هذا البرنامج يكون شغلنا بالمولات والأماكن العامة، أماكن التجمعات. شنو العمل؟ قياس الضغط والسكر. حاليا تروح نقيس ضغطنا؟ اهلا وسهلا. اساسا اجيك تقيسين ضغطي؟ اذا قلتي لي هبطت خربط الحلق. لا لا، اذا ما متغدية طبعا راح يهبط، اذا عندك فقر دم راح يهبط. الله يبشرك. اذا تخربطت انت تكملين الحلقه. اذا نقص عندك صوديوم املاح صوديوم راح يهبط. ما قيسه احسن. أمن إلي والمستقبل. قيسي، لأن أنا من جهة العصر سلمت الشيف لحد هسه أنا قايسة نفسي 3 مرات. زين ليش؟ واهز؟ أشرب قهوة، من أشرب قهوة يهبط الضغط. فأبقى أشيك. أي أكيد. عادي نروح نقيس ضغطك؟ عادي إيش فيك؟ يلا خلينا نروح نقيس. التيم كله خليه يجي. عادي نروح؟ لا التيم هم حد بس أنا شوية. يلا 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 تعالي. خلينا نمشي على كيفنا حتى حمزة ياخذنا بصورة. أكيد أكيد. شنو تصير مني؟ بنت اخويا. ايش عندك جايه ويا عمه؟ اول مره اجي. حلو، صدفه حلوه. انا شفتك. اي ما جاي على مولتك قبل تشوفي. والله شفت شلون نيتك حلوه. شنو دا تسوي بالتليفون؟ شنو هميك؟ هاي اختي. شنو هالادله ضاميها علي؟ شوفوا شوفي الدكيومنتات، احنا نقول دكيومنتات ادله. تجي ست فاطمه هنا تلبي. زين انا ما اتذكر هاي ايش وقت. هذه صورت حلقه كم شهر؟ صح صح. حلقة هم بمول القاهرة. صح صح. عمري شلونك؟ يا ربي شوفوا الأدلة ضاميها علي. حمزة تحت التهديد أنا هسه. شلونك؟ زينة. يلا ناخذ صورة حتى أكمل اللقاء. ممكن؟ عادي سوينا وياي لقاء. أوكي لازم أكمل اللقاء وأجي أسوي وياك. أوكي؟ أوكي. يلا أنا حاضرة. حبيبي والله فدوى وجهك. هسه أنتوا وين؟ يم هذا الكورنر صح الأصفر؟ شنو اسم البوث؟ هو بوث وزارة الصحة. اسم وزارة الصحة. تمام. اكو مسمى؟ لا احنا كقطاعات تابعين لدائرة صحة الرصافة. طيب. وبإشراف من الدكتور سيد مدير عام صحة الرصافة. تحياتنا لهم صراحة. للجميع للجميع. كلش مبادرة حلوة، من خلال هالمبادرة احنا دا نكتشف ايش قد اكو من الشعب العراقي مصابين بالضغط. يا خوفي. يا خوفي مرتين. لا 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 لا. يلا يلا قيسوا ضغطي. يا مشاهدينا الكرام احنا حاليا باختبار حقيقي. هنا اكو مبادرة من وزارة الصحة بقياس الضغط. هسه عندنا هذا المراجع اللي هو اصلا داخل للمول دا يريد خلص الجولة الترفيهية ما طرف فلوسه. هو بالضغطه هو بالضغطه صعب ضغطه. الله اعلم. الله اعلم. اذا هبط الضغط شنو الإسعافات الأولية اللي نستخدمها داخل البيت؟ إذا هبط الضغط تنطين فتشي حلو كم تمرة؟ عليك الله. يعني مو مالح؟ اسمحي لي. خاشو قد كوب عسل. أوكي. خاشو قد كوب دبس. أوكي. وياها مي، ومن بعدها بفترة أنطي فد قلاص ملح، قلاص لبن ويا الملح. صار لي 10 أيام. لا وأنطي ملح بس ما أكومهم اثنينهم سوا، بين واحد وواحد أكو فرق. ليش الله لحقي لي؟ صار لي 10 أيام أني أشرب كل أكل شيء مالح وضغطي لازم. ليش مدى طيب؟ لازم إلى سبب. مشيكة نسبة الدم، نسبة فقر الدم. وعكة صحية وصار لي 10 أيام، فكل ما يهبط ضغطي أكل مالح. وعكة صحية يعني استخدام أدوية. استخدام الأدوية لربما زيتي بيها فرح يضعف من مناعة الجسم، الجهاز المناعي رح يتعب. خطية من تعب مليون مرة خطية. كريات الدم الحمراء تقل، شهيتك للأكل تقل. إذا تعب الجهاز المناعي من قلة الشهية الأكل ممكن تأكلي بس بدون ما بدون بدون فائدة. ومو كل شرط يكون أكل صحي بحت. فهذا من ياكل اكل صحي بهالايام؟ والله غلط والله يا عمي. فهذا كله راح ياثر على مخزون الحديد. من قل مخزون الحديد دخنه، هبوط الضغط، وقعنا، الدوار، لعبان النفس، تساقط الشعر. هذا كله ابكي هيجت مواجعي. دليتش على السبب الرئيسي. شنو المريض يتاخر؟ لا يلا
شنو نريد نقيس الضغط احنا شنو؟ انت قستي ضغطك لا؟ لا ما انت ورده حبيبتي وعدش صغيره وانا مو تنى قوم قوم شوفات مقيدات روحي انت ياسر سادس رحت حلو شطوره لك هذا اي ما شاء الله طويله وانيقه وحلوه من جمال يا عمري انت شنو هدفك بالحياه؟ اصل صيدلانيه اوكي تحبين الكادر الطبي؟ ايه وتنطينا ادويه وشو راح تفهمين خط الدكاتره؟ الله كريم بعد كريم افهمه اصعب شيء انه ممكن ينقري وخط الدكتور اي والله مو صحيح طبعا شنو اسمها الست اسراء اسراء ست اسراء مساعده الطبيب حاليا عندها تقيس ضغط المراجع فبين ما هي تقيس ضغط مراجع احنا راح نسولف لحد ما تقيس ضغطنا ونخرب وتخلص الحلقه هاي الحلقه راح تخلص بسرعه لان راح يغمى علي وتروح الحلقه مو انت اذا صار علي اشي اخذي المايك وكملي اثنيناتنا عندنا خدود ما يحسونك كفارة زين منو بالبيت اكثر واحد ينطيك فلوس كلهم مدللة اي يعني ماكو حد ما ينطيك فلوس لا ماكو ايش حد ما ينطيك اي مو بالله زين اكثر مكان تحبين تروحي له انا يعني احب لا اطلع مولات اوكي اذا يعني من بيت البيت اروح بيت جدي يعني هي ونستنى بيت جدي اصلا ماما لو بابا اهل ماما اهل بابا ميتين الله يرحمهم ان شاء الله يعني دائما متعوده تروحين على اهل ماما اي اوكي انا راح انطيك هديه بدون سؤال يعني حتقيسوا لي ضغطي اوكي هذه الهديه مقدمه من الشهير الراعي الرسمي لبرنامجنا الجروب الخاص للصناعات الغذائيه اللي المحدوده اللي دائما يقدم لنا لا شوفيها اريدش تستخدميها وتاكليها بالهنا وتستغلين كل شيء داخل البوكس اوكي لان اكو اشياء حلوه تناسب عمرك اصلا اتفقنا اتفق صحيح العمه قولها عمه اوقفي قبل هاي العمه ننطيها لان راح تقيس لي ضغطي قولها العمه شلون تقيس لي ضغطي لو اروح ازعل عمه قيسي لي ضغطي لو اروح تقيسي لي ضغطي يلا اوكي يلا اوكي تعال يلا اوكي قيسي 12 على 11 مرحبا صحة وعافية عم الواحد يجي يغير جو الله يحفظك شلونك عزيزتي شلون صحتك واحد يجي يغير جو يكتشف ضغطه رايح لا لا انا ادري بالضبط بس بطريقه قلت لك خلينا نشيكه اي والله صرفت فلوس لا انا اصلا معاون طبي يعني فدا اشيك على طول بس شفت الجماعه قاعدين قلت خلي شويه مسولف يوم اعطيني مجال اشيك ها هلا بيفتح ها شكرا تسلم انا ممنونه كل هلا حياك الله حياك ريحه انا الاسعد شكرا وصحه وعافيه طبعا نبارك تابعك بصراحه متابعين ولود تستاهلين كل خير حياك الله ممنونه حياتي. اتشرف عمو على راسي الله يعزك تعال خلينا نقيس ضغط والله اذا طلع ضغطي هابط ها شوفي الهديه بيدي هديه بيدي اذا طلع ضغطي تماما انطيك هديه اذا ضغطي هابط اتخربط بوجهي لا ما يصير ما الضغط شلون ضغط بدون هديه بدون هديه ان شاء الله يا رب يا رب لا اجب وقته يمين او يسار يمين عادي الدراسات الحديثه اليمين الضغط قراءه يعني بين ضغط هابط انت تسولفين والمايك يمين شنو تقول الدراسات الحديثه تقول قراءه الضغط باليمين ومن ثم يسار ناخذ قراءتين او ثلاثه وبعدين نقول للمريض انا لازم اسكت بسم الله اللي رايحك بعد انت سولفي لي عن اسمي وعمري فاطمه قيدار 1998 الله يسلمك بعد هذا كبرنامج مدعوم من الوزاره وباشراف من السيد الوزير والسيد مدير عام دائره صحه الرصافه وكذلك السيد مدير قطاع العظميه احنا بالنسبه لنا كقطاع العظميه بالإضافة إلى باقي القطاعات بغداد جديدة والشعب والكل وحتى هذا البرنامج أصلاً يعني شمل المحافظات لأن أنا من يجون المراجعين أو الزبائن الداخلين للمول أغلبهم محافظات يقولون إحنا محافظات ضغطك طبيعي والله طبيعي الله يبشرك بالخير حمزة بعد ماكو جازة طبيعي ما شاء الله جداً 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 الله يبشرك بالخير كان 8/6 قبل اسبوع بالضبط طبيعي بشرك بالخير والله طمنتيني انا يعني ماكو حلقه ما الغيها لا كملين مجال استمروا
إجازة من نايع لو غامزت لك قبلها. استمروا حبيبي. هذه هدية مقدمة من الراعي الرسمي الشهير، ألف عافية، تستخدميها بالهنا وتصرفيها بالهنا، تعبتك، الله يقويكم، وممنونين من عندكم. شكرا على هاي المقدمة. احنا الممنونين لكم والجاية. سلطنا الضوء وباكر يصير عليك ازدحام بمول القاهرة. باكر تين ثاني، لأن احنا 9 مراكز صحية بالقطاع، كل يوم على مركز، والمركز الواحد تيمين، تيم صباحي من 11 الصبح للأربعة، وإحنا تيم المسائي عادة نكون من الأربعة للتسعة. باكر عليكم ازدحام. أهلا وسهلا حبيبتي. هو إحنا أصلا في خدمة الشعب. حبيبتي صحة وعافية. أهلا والله، ما أهلا بيك، شرفتونا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أسف على الازعاج. لا أهلا وسهلا بيك. مشاهدينا الكرام، خطة عطلة فاشلة، خطة إجازة فاشلة، والله حمزة وحسن ده يشمتون فيا، لان ما راح اخذ كم يوم ارتاح فيها. الحمد لله على نعمه العافيه. يمكن احنا نتشاقم من نقول لكم نتمنى نكون مريضين، ابد والله، لان الصحه والعافيه هي اللي تخلينا وتد بهاي الحياه، نستمد من عندها القوه، نقدر نشتغل، نقدر نبدع بالعائله، نقدر نبدع بالعمل وباي مجال. ما اريد اسولف هوايه لان اكو تجمع جماهيري يجنن خلف الكواليس، كميه ناس، كميه شباب وبنات وعوائل شوفوها خلفي موجوده يريدون يسولفون ويانا ويشاركون ويانا، فمستحيل اعوفهم. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. شنو هالاناقه؟ عمري. عمري؟ شو تقولين عمري؟ قلدتك. على راسي والله. حبيبي. نغم. نغم؟ عمرك؟ عمري 22 سنه. حبيبي الحلو، مبينة أكبر. صدق؟ والله مبينة 25، مبينة بجد. آه. الله يوفقك يا حبيبتي. نغومة متزوجة؟ عزبة؟ لا عزباء. حلو. شنو هي مخططاتك للحياة وشنو حاطة بموبايل؟ أشعار. أشعار؟ أعوف مخططات الحياة، نسمع شعار. أقول قلت لك أحبك، قلت لي خلنا نبقى أصحاب. زين. هالفكرة مني تعرف السواها. وهمزين همزين ربك ما قلت لأمي بشي، كان الكسر كسر يناني وياها. زين ربك ما قلت لامك شيء، كان الكسر كسر يناني وياها. زين. بعد اقول كان الكسر كسر يناني وياها. اقول تفتهم ليش اختلف، مو هو قايل لي وحلف ما يعيش لحظه بدوني، اساعتها حيل تعلقت. والله احلى من عنده شفت، بس قلبي غش عيوني، بس قلبي غش عيوني بمرايا اصفن وانتبه شو مختلف هذا الوجه، وتردد امشي ببيتنا خاف اهلي ما يعرفوني، مرات احتاج العتب بس قررت ما عاتبه. ما يسوى ولا بد، واصعب احاسيس البعد من يمشي وابقى مراقبه. والله كنا مثل ماي وهوى، حاله صداقه وحب سوى، هساني واحد من هدم فارق حبيبه وصاحبه. كنا مثل ماي وهوى، حاله صداقه وحب سوى، هساني واحد من هدم فارق حبيبه وصاحبه. حبيبه وصاحبه. الله محمد وعلي. اي والله. بعد بعد شعر واحد واحد حافظه لونه، اذا ما حافظه خلاص. اي ما شويه الله يستر علي، طماعه طمع بالشعر مو طبيعي. اقول تاذيني تهمل تبتعد باقي مكانك بيا، تاذيني تهمل تبتعد باقي مكانك بيا، ولهسه ذكرك وابتسم من اسمع اي اغنيه، ولهسه ذكرك وابتسم من اسمع اي اغنيه، عايفني ليش ايش بيا، من قدمت روحي لك حب كان مو منيه، عزيز تمنيت حبك يستمر لكن طلع مثل العطر يبهت شوية شوية، وما أعرف شلون تفض والقلب حارب غيبتك يشتاق لك لو ينبض، ويا البعد ما تأقلمت، ويا البعد ما تأقلمت خليتني طول الوقت لو أبكي لو متمرض، ويا البعد ما تأقلمت خليتني طول الوقت لو أبكي لو متمرض، طلع كل البنيته وهام بوهام أرسم على الظلام بقلم كحلة. الله. شنو هو هدفك بالحياة؟ والله انه هوايه. واحد هدفي انه اكون عائله واستقر بس. حلو، هاي نقطه ايجابيه. انا شفت. زين. انت من النوع اللي اذا صار ويا موقف وراها يتندم ويبكي ويصير يلوم نفسه لو يقول يا الله واستغفر الله ويا ربي خلاص مرت وعدت واني اقوى وراح ادوس على كل الظروف وامشي؟ اني لا. انت من اي نوع؟ أنا من النوع اللي يعوف كل شيء ورا ظهره. حلو، يعني ما تقعدين تتندمين وبتشي ولا طم. هو يتندم واني لا، بشكل عام مو الا على حب. لا، ظروف الحياه، عائله، دوام، دراسه، وظيفه، اصدقاء، صديقات. بعمري ما تندمت على شيء. حلو، تمشين تجارب. كل شيء تجربه انا سويته بقناعه، يعني على شنو اتندم؟ مو صحيح، انا ما افكر نفس هذا التفكير. ليش؟ خليك مؤمنه انه رب العالمين
ألطف من أنه هو يشوفك أنت تعبانة، يلطف بيك وبقلبك ويرزقك الطمأنينة اللي تبحثين عنها. إن شاء الله يا رب. يا رب حبيبتي. أشوفك بيوم وأنت مجبور خاطر. أكو مقطع الأصالة أكيد تعرفينها. هاي. قبل سنوات قالوا لها أصالة أنت قوية، فقالت أنا قوية الله يسامحك أنا ما أعرف عن القوة شيء. ورا سنوات قالت أكو بنية قالت لي أنت قوية، هي كانت تدري أنا قوية بس أنا ما كنت أدري. فأنت تدرين بروحك هسه تعبانة مضغوطة بس أنت قوية، راح يجي يوم تكتشفين إنه هذه الفترة كان لازم تدوسيها من وقت. اي والله صارين أقوى بهواية. أقوى بهواية يا رب. أكيد. وأشوفك حبيبي. أنا أعطيك هدية. طيب خاطرك وتنسيك أم الوجع. هذه هدية مقدمة من الشهير، جروب الشهير للصناعات الغذائية المحدودة، مليون عافية، الراعي الرسمي لبرنامجي، أشوفك بخير وعافية. ها بعد هدية طيب الخاطر. أوكي. أوكي. مرحبا. تعال. يا عمري. هالسنو. أنت أهلك وين؟ يا أمي ما شاء الله حقها والله ماما ملبستك آية الكرسي. يا حلو قلبي عمري. سنو اي رياكشن سوي لي اي شيء. طيني بوسه، طيني بوسه، طيك يا طيني بوسه. راح ابكي. الساعه هاي شنو هاي؟ بنيه لو ولد؟ بنيه لو ولد؟ ولد ليش مصبغي لك اظافرك؟ ليش هيسي ليش؟ الله يحفظك. يريدون الحلقه قوم روح، يريدون ياخذون من عندي البرنامج. ها بس بقها بس بوسه. الله ما تريد تحضني؟ الله اوكي. لا هاي فلوس البنيه. ها يلا روح الماما. باي باي. يوم ما يسمع كلام. يلا روح سوي باي الحمزه. ما يعرف سوي باي. يلا انا اسوي لكم باي. نرجع للهديه. سوري بس ما قاومت اني جماله. الله يستر علي. هذه هديه مبلغ مالي ايضا مقدم من الشهير الراعي الرسمي للبرنامج. اشوفك بخير حبيبتي. الله يجبر خاطرك. عمري. مع السلامه. مع السلامه. تدري راح نصير ترند بالاشعار. طبعا راح انشرها يمنا. مشاهدينا الكرام الله يحفظه ويستر عليه. طق وياي صوره. اي طق صوره. تعال اوقف اوقف خلينا نطق هسه صوره اني اوقف. الله قد حلو. مشاهدينا الكرام احنا مستمرين وياكم بحلقتنا نسولف هلي يا عمري. حبيبتي شلونك؟ حبيبتي مين؟ الله يسلمك. شرفنا. الله يخليك حبيبتي بدولين. شلون يصيرون منك؟ والله لا رينا بنتي تموت عليك، موتتني شافتك ما ادري شلون من بعيد. فاطمه خيدر فاطمه خيدر توك. مو هي قالت؟ لا لا هي. شلون مو هي؟ خطوا نخلوا في سبور. والله ما اعرف مين. شلون مو هي؟ هي لو مو هي؟ هي؟ انا لو مو اني. عمري لو مو عمري. عمري ايش قد عمرك؟ ايش قد اسمك؟ انا عمري 10 يعني حيصير 10. وانا يعني انتي انا دخلت صف رابع. حلو بس ما شاء الله ضخمه. اي قد ابني يعني ابني انا عم من عندك. شكلك ضخمه. شوفه شوفي ايش شايفته بالسوشيال ميديا؟ دائما اشوفك انا بالتيك توك متابعتك. صدق تنطيني لايكات؟ لا اكيد. شلون ما انطيك تعليقات؟ اكيد. اوكي بيها غمزه لايك بيها غمزه. شنو تصير منك؟ هاي بنت خالتي. حلو. بنت اختك؟ أنا أمها وهسه بنت أختي يعني خالتها أنا. الله يحفظكم يا رب. أنت يا خامس. أنت أكبر. شوفي أنت أفخم. إي وهي أكبر من عندك. إي مو طلع لها أبوي هو فخم يعني. بابا فخم. إي فخم. إي حلو. إي حبيبي الله يستر عليك. شنو تبي تصيري من تكبرين؟ أنا خير من الله بدي أصير أي شيء. حلو. لا باعي أكو فرق بين كل شيء أريد أصير وبين أي شيء. إي بس أمشي أموري. حلو. ماديا لو معنويا شنو يعني؟ مو يعني تمشين امورك تشتغلين شغل بفلوس هوايه؟ اي كل شيء مناسب على قد الحال. فلوس هوايه شلون يعني؟ شلون يعني؟ بس ما اريد على قد الحال. اي مو؟ اي زين. منو اقرب صديقه لك؟ والله تالين وياي بالمدرسه. بالمدرسه؟ كم سنه صار لك وياها؟ والله 3 سنين. من الثاني ابتدائي؟ لا من الاول. من الاول وهسه سنه رابعه. اي وياي. شنو تقولي لها كلام؟ احبك تالين. تبي ولا شويه هوايه؟ زين بابا تحلمين؟ احلم بيها. والله شنو تحلمين؟ والله خير من الله احلم من عندها يعني مثلا عزمتها. عزمتها مره يعني حلمت انه انا بالمدرسه وقعت وجتي يعني لزمتني قومتني. عمر يا رب تدومون صديقات دائما
وتديم هذه العلاقة وتكونون على طول سوية إن شاء الله. حبيبي أنت صحة وعافية، شنو تقولين الماما؟ كل عام وانتم بخير. عيد ميلاده اي عمري كان المول على مودها. يا عمري كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير، تسلمين. صحه وسلامه ورزق يخلي لك العام. حبيبتي والله فرحت اليوم يعني بشوفتكم، سبحان الله. اليوم مميز، أحد يوم مميز، والا ما حاسه اي تميز من الصبح اليس. انت كلش تميز ان شاء الله، وهذا يوم حلو. كل انسان بيوم ميلاده يحس بتميز مختلف، لان يحس انه هيك اضافه للكون جديد. انت محبوبه كلش والله، وكلش يعني خصوصا الاطفال، حتى قصيدتك هاي ما ادري يوميه تقول لي اياها، يوميه تقول لي اياها. الله يحفظها حبيبتي. الله يسلمك ويبارك بعمرك. شرفتي بيك كلش. اني فرحت، اني اكثر والله، اني الاكثر. حبيبي ينطيكم هديه. حبيبتي شكرا. قبل هنسالك شلون كانت التربيه وياك؟ عندك بس بنوته؟ والله هو اني بحكم اني مدرسه وحاليا معاونه. احكي لنا شلون التربيه؟ طريق طويل ويا التربيه والله، يعني بصراحه قبل اسهل بهوايه، يعني اني من اول ما تخرجت عينت كان اسهل الاجيال، اسهل تربيتهم، تعامل وياهم، يعني هسه كلش صعب، كلش صعب صايرين، يعني اني متوسطه بنات يعني عمر المراهقه جدا معاناه. اللي تغير بين احنا جيلنا 98 قبل 2014 و13 كنا متوسطه. شو تغير بين اليوم؟ فرق شاسع، يعني عندهم عدائية أكثر، ما أعرف بسبب الموبايلات، بسبب الألعاب، يعني ما تقدرين يعني تحكين ويا الطالب، بتحسين أنه متحامل عليك أكثر، يعني ما أعرف أكو سند إلي سندة، يعني بس إحنا والله بصراحة نتعامل وياهم كأمهم، يعني أنا كابني بقدهم، ابني 14 و15، فأفهم تفكيرهم جديات، ما أتعصب عليهم ولا أشيل عليهم، لأن أفهم تفكيرهم شلون يفكرون، يعني إلى أثر كلش كبير هذا الشيء. يمكن أنا لو بنية ما متزوجة أو هذه يعني راح أشيل عليهم أو أستصعب الموقف، بس لأن أولادي مثلهم وأتعامل وياهم بالبيت على طول، يعني بس صعبين، صعبين جدا، صعبين بصراحة جدا. كانت صعب. الطالبة قبل كانت أهدأ، كانت يعني طبين صف، ولو هي هسه ماكو مقارنة، قبل حتى بالصف قليل العدد، هسه 50 60، يعني عارفة. هم إلى أثر، هم إلى دور، يعني أنت تدري مدرسة من الطب عدد قليل ممكن إنه توصل المادة، تسيطر، تعرف كل طالب شنو يعني شو احتياجاته، شو تقدر توفرها، يعني أنا كنت صديقتهم، يعني مو بس وأنا مدرسة إنجليزي، يعني مو بس يحبونهم الإنجليزي، أكثر الطالبات يحبوه يعني الحمد لله وشكر، لكن حتى أتوسع بغير مواضيع. هو الحدث موجود طبعا، يعني انا ايش اقول لك، يعني يمكن ربع ساعه احنا بس نصائح وارشادات، نصائح وارشادات والله، يعني هو ما اعرف الاهل حتى يعني هم هم انا هالقد ما ويا الموبايل بصراحه عافوا، يعني عافوا ابنائهم والله العظيم عافوا، يعني قمنا نشيل هاي المسؤوليه على عاتقنا احنا، يعني اللي كاداره مدرسه. الله يسلمك الحمد لله. التدريسي هو الام الثانيه لاي طالب. بالضبط بالضبط، احنا نتعبكم ونمون عليكم. لا بالعكس، بناتنا الله يسلمك. هذه هديه مقدمه من الشهير للصناعه المواد الغذائيه المحدوده، مليون عافيه. ان شاء الله يا رب تجربوها بالهنا، وكلش كلش فرحت بشوفتكم. احلى هديه والله العظيم، هاي فرحتها من شافتك شو رادتك وزي من الدرج. ما ترعت البنيه عمري وما ادري ايش تقول. الف حبيبتي شكرا جزيلا. ممنونه، كل عام وانت بخير. وانت بالف خير، تسلمي لي يا ورده حبيبي. باي باي عليك يا عمري، حبيتك العافيه ان شاء الله. مع السلامه. عمري والله. مشاهدينا الكرام، شنو انت ما لزمت ايدي دا زميدك ما لزمت. يلا اوكي. يلا مشاهدينا الكرام، احنا هسه عفية مشاهدينا الكرام، احنا مستمرين صح حمزة نسولف. اوكي مستمرين احنا نسولف ويا يا عمري. شلونكم انتو خوات؟ اي تشابهون. انت اخوهم؟ اي. حياك، شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ الحمد لله. شو اسمك؟ ابراهيم. ايش قد عمرك؟ اسمه 9. 9؟ اي. 8. من؟ طيب صف صرت؟ ثالث. اي 9 الولد، ايش حالاته؟ ليش الصغرين بي؟ مو؟ اي. منو؟ أو سوري حبيبي، منو الاثنين اللي عارفوا؟ منو منهم؟ اثنيناتهم. اثنيناتهم يضوجوا؟ اي. من هي تحبك اكثر؟ هاي. هاي؟ من هي الكبيرة؟ انت لي انا الكبيرة، زين من هي اللي هيجي؟ شو؟ الوسطانية مظلومة. انا الوسطانية. مو عندنا هذيك، تعال انتوا توأم؟ ها شنو توأم؟ بس هو عادي فرقته. توأم؟ انت ايش قد عمرك؟ تعال شو هي هاي الصغيرة. شانت؟ زينة. شو اسمك؟ سيدن. شو اسمك؟ سيدن. سيدن؟ اسمك حلو؟ يا عمري والله اسمك حلو. انت يا مواليد؟ انا 2012. وانتي؟ 2010. عمري وانت؟ انا؟ انت 9 سنين عرفنا. ايش قد عمرك؟ هم خمسة؟ خمسة ولا أربعة؟ لا خمسة. كيف اللي تري اللي يعجبك وياك. اوكي اوكي
اوكي زين هسه انت وسطانيه منو ظالمك؟ هو شو يسوي لك؟ تعارك هواي. على شنو؟ كل شيء. احكي لي كل شيء. ناجديني شنو؟ مثلا هسه قبل شويه اشتريت غراض فاتحين. ليش فاتح الغراض اللي اشتريتها؟ مفتحين بس هذا. هذول الاخوان اللي يدخل بيناتهم يطلع خسران. الاخوان يتعاركون يتذابحون يتمالخون طيهم ربع ساعه ناس تبوس ناس. اي هو الانسان ايش يسوى بدون اخته؟ والله الاخت ايش تسوى بدون اخوها؟ باكر تكبر وتصير رجال وزلمه وتشوف هذا الفيديو وتكتشف انت ايش قد ساعدت خواتك وهن ايش قد اعتمدن عليك. اي تفهم شنو كلام؟ اي فهمتني هسه لو لا؟ اي من تكبر راح تفهم اكثر. اي اوكي؟ اي زين هسه اللي تحبك هاي؟ اي خلينا نعرف اسمها، شو اسمك؟ رفل. رفل؟ رفل. رفولة، عمرك شو؟ 15. راح ادخل 15. حلو، اي بعدنا ب 2014 احنا بما انه انت 10 14. زين. شنو طموحك؟ محققة جنائية رسمية. حلو زين، شنو تشوفين دورك كأخت كبيرة؟ أنت هسه مو صغيرة على فكرة، صح هذا عمر مراهقة وبعدك عنونية بس أنت مو عنونية، أنت عندك مسؤولية بالبيت أنا متأكدة ومسؤولة عن إخوانك. إيه صح. كل شيء. يعني دائما يعني أصير صديقتهم بالبيت. والله. شلون تتصرفين وياهم إذا تعال؟ يعني مثل امهم. يا عمري يا امي يا روحي اللي مثل امهم. اذا صارت عيطه بيناتهم وتعاركوا على العاب ليش خنزرين علي؟ تعالي باي على حمزه. وين حمزه؟ عافية. اي شو تسوي؟ اقف ويا الصح طبعا. من الصح على طول؟ هو يعني نحاز الدافع. لا طبعا انا مو احنا يعني علاقتنا طبعا الوسطاني. علاقتك ويا اختك مزينه؟ لا شلون هم زين. انت صايره بالنص ما تدري ايش تسوي. بس انا يعني هو تعارك وياي؟ اي ليش؟ على كل شيء بين فتره وفتره. اوكي تعال هنا حمزه يقول حتى يطلع وجهك باو على حمزه. عافيه. هسه شلون اريد حل؟ منو الدعيل بالعائله؟ هو اخويا دائما هذول ثلاثه علي. وسطانيه؟ اي يا الظالمين وسطانيه. ليش هيك متعفوه بحالك؟ ها احكي لي. ايوه الحنيه شوف شوف هسه بديت هسه. المهم الانسان يتغير. المهم انه احنا نتغير. شوفي اختي الوسطانيه هم نفس الشيء تقول حاشا لله احكي لي حكايه وتسمعون من عندي. صغيره انا صغيره فلازم اسيطر على الوسطانيه وعلى الكبيره. عمري والكبيره مسيطره على الوسطانيه وعلى الصغيره والوسطانيه صفنا عليها. اخر شيء قالت اني لازم تعالوا منا. اخر شيء اختي الوسطانيه قالت انا لازم ابرز شخصيتي وصارت هي مسيطره على الكل. بس انا لحد الان حج ما يخلوني احكي. مو بعدك صغيره ترى اختي عبرت 25 سنه يلا قدرت تسولف. لا أنا. بس لساني مو عليهم. مو العد علي من؟ على صديقاتي على غير شيء. اطلع العين عليهم تصيحي وتعيطي وطلعين حركتي. ما اقدر. لازم اعبر عن مشاعري. اي مو؟ اي اعبر عليهم. هم متحمليني زين. هم يدرون فيك وسطانيه. اي زين احكي لي شنو طموحك بالحياه؟ كنت محامية أريد أصير بس هسه لو محامية لو هندسة. زين شنو علاقتكم ويا القانون؟ ليناتكم تحبوا عندكم أحد بالقانون يدرس؟ أي خالي. ها فمثل أعلى. لا هو خالي مو قانون يعني بالشرطة يعني ضابط هيك شيء. يعني شيء يخص المحكمة والقانون. أي دائما نشوف خالي فشي عالي شخصيته. أي. هو كبير فنعتمد عليه. هو أصلا يعني خالة كبير يعني إحنا كنا نحبه دائما. تثين الولد على ايه ريحه امك بي مو احنا ما عندنا امام. يا عمري ليش؟ بابا الوحيد. اي بابا الوحيد واخوي الوحيد وطالعين على امنا ثلاثه بنات هم ثلاثه. هو ما عنده اخ احنا ما عندنا والله. يا روحي عمري صدق عمري. هسه انت لازم شنو السيد تصير انت الوحيد. اي انت عمهم وانت اخوهم. ديجا امي ما تطلع كل الهلا خالة على راسي في دول. فهي مش الكلام كله انه اخوي مسيطر. ايه من حقه. ايه بزوده. ايه مو رجال ولا مو رجال ونص. ايه ايه مو عشان بس هنا عيها هلا بالام حبيبي في دول وجهه. هي تقولها بدالي عمري عمري عمري. انا ما اعرفها بس في المدرسه مالتني. من هي؟
اي ما اعرف اسمها بس من رقية. انت رقية تعرفيه؟ يعني بالمدرسة. وين تعرفيه؟ بالباء. هو بالباء. انت بيافا؟ بيافا. انا بس رحت للثالث. رحت باء ثالث؟ باء؟ ايه الثاني. ثاني باء؟ ايه. وانتي؟ انا بس جيت بالاول باء. تبي الاول باء؟ الثالث. اعطينا فرصة حمزة قرر. اعطينا فرصة خلنا نعطي هدية وناخذ فرصة. الله يحفظكم ان شاء الله. هذه هدية مقدمة من الراعي الرسمي الجروب الشهير. مليون عافية استخدموها. مشاهدينا الكرام انا كنت اتمنى استمر وياكم بعد وقت اكثر بس وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم. تحية طيبة اتعابيني. تحية طيبة لجروب الشهير الراعي الرسمي للبرنامج. شكرا لكل رعاة برنامجي على مدار سنة ونص بقناة الفلوجة الفضائية. كنت وياكم فاطمة قيدار اللي ضغطها طبيعي 12/8. ونكمل وياكم. تنتظرونا إن شاء الله بالأسبوع المقبل بحلقة جديدة من برنامج حظك حلو مع فاطمة قيدار. شكرا حمزة على الإخراج وعلى كل شيء تتحملنا به. شكرا لأن ما راح تنطيني إجازة لأن ضغطة طلع طبيعي. شكرا كريم لأنك تساعدني هواية بالشعر اللي أقرأ بالحلقة. شكرا حسن بكل جهد نبذله إحنا ككادر لحلقاتنا. شو رأيكم نسوي باي الحمزة؟ سوي له باي باي. مع السلامة.